ونيت ما يسمى زيد سربية مول البار زيد سربي. هذه أغنية مطلوبة من عند واحد حبيبنا اللي متابع في كيف اسمه في شغل لاشين يوتيوب. ألوغ طلب لي أغنية تاع الشاب الزهواني جو بونس باسكو الشابة زهوانية شفتها ما تغنيش سربية مول البار دونك غنوها بزاف. هذه زيد سربية مول البار كسوا الشاب زهواني اللي تسمعوه كنتو تسمعوه في دوكا ولا الشاب خالد الشاب مامي واحد هو مي ماجيتش الشاب زهوانية ما غناتش تربية مول البر دونك فوالا هذا واش لقيت لك فوالا يا خويا ان شاء الله تكون عجبتك لا شونسون فوالا كل شيء اللي طلبوه ما يكون غير لا خاطركم سامبلومون جو بو ديكونسي باش تسكرو باسكو السكرة ما عندها ما تجيب تشربوا داكور مي السكرة نو باسكو وضر في العقل تاعك وكما قال واحد وضر ما تعرفش واش دير سي با نورمال سي با نورمال اي فودري بوار افيك موديراسيون بور فوتر سونتي فوالا. في هذا لا دوزيام فيديو حبيت نتكلم على ان سوجي هو نتاع لو نوفو بيي اللي داروه وداروا فيه لونغلي داروا فيه لونغلي يعني الجزائر كامله جاتهم نورمال ما كان والو شغل ما كان حتى حاجه وزادوا اخرين يقول لك نحاول فرنسي وداروا لونجلي هي نو هي ما كاش منها خلاص ما كاش منها الفرنسي تنحات من ليبي عندها بزاف خلاص. مي المشكله وين هواك انا مانيش فاهم كيفاش عمله نتاع بلاد ما فيهاش لغه البلاد هذه اللي حيرتني انا لو لا 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 بيي سيتي عمله تاع بلاد وهذا يدل على اننا مازلنا مستعمرين هذه نحبوا ولا نكرهوا مازلنا مستعمرين وكي نهضروا كيما هكا يوليو ينعتوا هنا بالصبع يقول لك راكم تشوفوا هذا سيدي راسيست وهذا ما نعرفوش يا اخي اسمح لي حنايا نصوم دي امازيغ حنا نصوم دي بربر نصوم دي بربر اللي يحب يحب واللي ما يحبش يضرب راسه ربح حيوط مش لحيط واحد كان ربح حيوط يضرب راسو يخبط راسو ادروار تاع غوش من قدامه من لورا حنا امازيغ وما نتبدلوش ونبقاو امازيغ طول حياتنا حتى نتفنى الدنيا حتى في الاخره نكونوا امازيغ لغة البلاد ما تدارش يا عباد الله الامازيغيه ما كانش يعني جاتكم غير عين على عين العوره هذه الامازيغيه باش ديروا الامازيغيه
ما ديروهاش، وديروا لغه اجنبيه هي اللغه العربيه وهي اللغه تاع انسان تاع المحتلين، تاع المحتلين، وتزيد دير لي لغه تاع لونغلي اللي حتى هما الناس كانوا محتلين وحتلوا العرب، احتلوا كل العرب كل زوج لغات، دو لونغ اترونجير في بيي نتاع الجزائر، واللغه تاعنا ما كانش. والمشكل وين هو؟ واحد لا قال كيفاش هذا، ولا تسائل، ولا وينهم الشويه، وينهم الامازيغ كامل، وينهم؟ ما كاينش. جاتكم نورمال نتوما، جاتكم نورمال. انا نقول لهذو هذو جماعه اللي قاعدين يسيروا في الجزائر، علاه راكم قاعدين تمسخروا بينا؟ نحيوا، خليوا غير اللغه العربيه لغه وطنيه ورسميه، وزيدوا معاها الانجليزيه حتى هي، باش يخلي راكم تحضروا بالونجلي، زيدوا حتى الونجلي رسميه وفي بلاصتها الامازيغيه، ونحيوا الامازيغيه. حنا ما عندناش بلاصه في البلاد هذه، ما عندناش بلاصه، يبقى نحيوا خير، نحيوا خير لكم. والله كيما نقول لكم، دارها بوتفليقه خاف شويه من الامازيغ، خاف من القبائله، ما خاف حتى من واحد. حنا الشاويه، سمحوا لي بالكلمه هذا، من بكري مبيوعين، حنا من بكري مبيوعين الشاويه، ما نتحركوش خلاص. والله لو كان ديجا اللغه تاعنا بعد وما نتكلموهاش، اللغه تاعنا بعد وما نتكلموهاش. دونك ملي بزاف مساكن هم جابوا لهم العرب حصروهم في في في, في غدايا، التوارك مساكن هم بعد خلاص في الصحراء، هم واحد على بالو بهم. اي دونك نحيو علينا الامازيغيه هذه، على راكم قاعدين تتفيسوا علينا حنا دوكا. قالوا اللغه العربيه هي الرسميه، مانيش فاهم انا علاش اللغه العربيه هي الرسميه عندي، انا مانيش فاهم علاه، مانيش فاهم علاش، مانيش فاهم. سبحان الله، لغه نتاع الوطن نتاع البلاد نتاع اللي ضحاو عليها ملايين نتاع الناس، ملي كان دهيا ويباسينيسا ويغرطه وكذا، منا ما كانش لغه تاعنا. يديروا لي لغه نتاع مستعمر اللي جا استعمرنا باسم الدين، هي اللغه الرسميه الوحيده نتاع في الجزائر، ويزيدونا احنا بالتمسخير نتاعهم هذيك يقصروا بينا، وتبقى اللغه الوطنيه والرسميه هي اللغه الوحيده، لغه الدوله هي العربيه نتاع المستعمرين. الى جانبها اللغه الامازيغيه حتى هي يلوحوها لنا في دوزيام بوزيسيون، وما عندها حتى معنى. وفي البيي تشوفوا كيفاش داروا بيي جديد، ما كانش الامازيغيه اكسكلو، ما كانش، ويحطوا لي لونغلي. واحد ما تكلم، لا جمعيه تكلمت، لا لو سول اللي تكلم هو تاع الار سي دي مسكين هذا، اللي راهم في عقابو كيما قال واحد، يحبوا يروحوا في الحبس بالذراع، زيدوا يروحوا في الحبس كيما قال واحد، وزيدوا الار سي دي نحيوها بكل من انا قلت الار سي دي ولا فافاس يا ولدي حبسوا. والله يا لو كان جيت منكم يا الار سي دي ولا فافاس ولا مدياس، هذو ثلاثه حبسوا، كيما لويزا حنون يا مدام حبسوا، حبسوا ما كان لا الواش راكم قاعدين الواه بور قاعدين تسخنوا في البنادر برك، لا هذا ما كان البوفوار هذا، ايبا خليوهم مع الرندي تاعهم ومع هذه الجماعه هذو اللي جابوهم هذو تاع بور هذا وجه الفار هذا تاع كيف اسمه بوروينا، والله اسمح لي اسمح لي يا مسيو بوروينا، كل خطره ننسى باش على بالي من ننسى اسمه السيد هذا، خليوهم اسيدي مع حماس ومع النهضه وخلاص. حنا ما عندنا با دو بلاص في الجزائر، ما عندنا با دو بلاص، حنا ولينا ديجي تخونجي في الجزائر، كاين واحد يتوحد يتكلم، واحد يقول علاه لا كيفاه. انا كون جيت منكم والله يا لرسيدي احبسوا باسكو راني نحبسوكم، احبسوا ما نخلي ابعثوا وبعثوا الناس كل بعثوا حتى لونيو قال ودي حنا رانا ماناش الغاربه، انا حبسنا خلاص ما عندناش بلاصه، ما عندناش بلاصه، رانا قاعدين دي فيغيرون، انا سيبت با داتر في دي فيغيرون. بو كرواي بلي غدوه الصباح لرسيدي يحكم البوفوار، بالحرام لا يحكمها، بالحرام لا يحكمها البوفوار، يعطيوها ليزيسلاميست والله ما يخليو لرسيدي يحكم. هاي يا سيدي بكره يعطيو لفافاس يحكم، بالحرام لا يحكمها لفافاس، بكره يعطيوها لام دي اس والله لا يحكمها لام دي اس، لا بلا يمدو سوا يبقاو هما هادو، هادو هما، ولا يجيبو لكم اذا شافوا رواحهم بلي راحين يروحوا يجيبو لكم الذباحين باش يذبحوكم مكره سيتو، كيما داروا في خطر مانديس. هذه هي. دونك انا كون جيت منكم يا لي بارتي بوليتيك هادو ديموكرات ولا القبائل هادو احبسوه،
نستعرفوا القبائل ملي كانوا مساكنوا وما يجريوا على ايدونتيتي واحد ما يعاونهم لا الشويه لا 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 بزاب لا الاخرين لا ولا دين خلاص يشوفوا كيفاه ظلم بعينيه ظلم بعينيه. تقبلوا نتوما العربيه السعوديه الدير الامازيغيه والدير اللونغلي ونحيوا العربيه تقبلوها نتوما تقبلوها نتوما وكنت كلمه يقولوا نتوما راكم فوز دي راسيست اوني دي راسيست اوني دي راسيست بصح انا اوني شنو انا في بلادنا اللي حب حب واللي ما يحبش يضرب راسه راه محيوط. ما تجيوش تهفونا هفوا الناس هذو اللي مازالوا راقدين باللي العربيه لغه القران اذا لغه القران اديوها لبلادكم اذا العربيه لغه القران اديوها لبلادكم حنا ما نحتاجوهاش ما نحتاجوهاش حنا اللغه هذه انا با بزوان اللي خذوا الحال على العرب يمشي معاهم سي تو يا اخي فودري ابري عايشة وقتها جات اللغه العربيه هذه وقتها جات تاعنا حنا تاع الامازيغ تاع لي باغباغ ماشي تاعنا ماشي تاعنا علاه يا اخي تحط لي اللغه العربيه لغه رسميه ووطنيه وحدها وعلاه بوركوا فهمني علاش فهمني علاه حنا عرب ماناش عرب علاه يا خويا تحتم عليا بوركوا ناس محتلين ناس محتلين كيما هما كيما لي فرونسي سي لا ميم شوز كيما انا ما فهمتش علاش تنحيو الفرونسي وتخليو العربيه انا جي با كومبري والله جي با كومبري لي فرونسي محتلين والعرب لا العرب بلادهم مالا حنا اللي محتلين مالا حنا اللي باغباغ اللي محتلين الجزائر مالا فهمونا برك على من راكم تكذبوا على من راكم تمسخروا على من راكم تمسخروا انا والله 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 دوكر لو كان غدوه لرسيدي يعلق قال خويا حبس حنا اون سيسبون سيسبون قال اخويا رانا حبسنا حنا بور لانستون ما كانش ما ناش بارتي بوليتيك بور لانستون شمع اخويا كلش وخلص خليهم هما يلعبوا فيها وحدهم في التيران وحدهم هذا ما كان سيتو باسكو كي يقول لك لرسيدي كاين ولا يجيبوا بكم في التراز كما يقول الانسان يجيبوا بكم في التراز ما كاين لا يفو اغيتي يفو اغيتي خير باسكو ما عندكم حتى كلمه اذا تسناو بلي يا سيدي غدوه رايحين تحكموا البوفوار والله حتى بوميتيني فور من القبر ما كانش ما يخليوكمش امبوسيبل امبوسيبل يخليوكم امبوسيبل امبوسيبل يخليو لا فافاس امبوسيبل يخليو لا مبياس امبوسيبل يحكموا هما هادو اللي من 62 اليوم واذا شافوا الواحد باللي الشعب فار وهاج وكذا وما حبهمش يجيبوا لكم لي اسلاميست بالعاني باش يذبحوكم كيما في التسعينات يفو ابلي ان شان شان خلاص يفو ابلي ان شان بارسون نو وخلاص ايوا واحد ما تكلم واحد ما واحد ما ضرو قلبو شويه مراكم ما زلتو راكدين تمسخرو بكم ما زلتو تمسخرو بكم القران اللغه لغه القران وين دخل القران وين دخل القران في دخلينا شعبان في رمضان اللغه لغه ولا ولا كيف اسمه لا لا, لا لا القران هبط من السماء جا هبط باللغه العربيه تمسخروا بنا لعله نسخه جات هابطه من السماء هكذا في جاتهم باراشوت بالباراشوتيست كذا كيما قال واحد وهابطه والناس جاو لقاو القران مكتوب وكذا تمسخروا بنا إيه سيدنا محمد سيدنا عرب سي نورمال الناس اللي كانوا معاه عرب قالوا مكتبوا كتبوا بالعربيه لو كان كنا حنايا لو كان جيت انا اللي كنت معاهم انا فرونكوفون كنت نكتبها بالفرنسي سيتو انا دوكا نروح نرقد ننام انايا نرقد دوك ونحلم واحد يهضر معايا باش نهضر معاه بالشينويه ايه بان نهضر معاه بالدارجه ولا نهضر معاه بالفرنسي باسكو نعرف الدارجه ونعرف الفرنسي سيتو سبحان الله او جاي اليوم تغلطني انا تقول لي انا تمسخر بيا انا لغه القران يا خويا لغه القران اديها لك سيتو اديها لبلادك هذا مكان حنا هنايا امازيغ نحبوا اللغه الامازيغيه اللغة تقولوا عليها بالامازيغية راهي اخمج لغة يا خويا راهي اللغة نتاع الصهاينة ها لغتنا نحبوها ما تسالوناش ما تسالوناش مي جو بونس كو ماكمش فاهمين انتوما ما تفهموش وما تحبوش ولاكم فاهمين وما تحبوش تفهموا دونك تبقاو ديما حاكميننا بالذراع كيما قال واحد اون اي توجور سو لوكوباسيون وخلاص المستعمر الاول خلاوه وخرجوا المستعمر الثاني هي فرنسا
المستعمر الاول هو اللي بقى كلشي نتاعو محطوط، الثقافه نتاعهم كلشي نتاعهم، حتى قسنطينه ولات عاصمه كيف اسمه العربيه. قسنطينه كونستانتين كما قال واحد سيلتا نتاع الدوله النوميديه اللي كان فيها ماسينيسا وكانوا فيها اصبحت نتاع العرب. الى هذا مش استعمار سي كوا اخ سي كوا؟ قولوا لنا ترى واش هو. نقدروا حنا نروحوا دوكا العربيه السعوديه ونحتموا عليهم يديروا رياض، قال ندير رياض الثقافه الامازيغيه، تقبلوا؟ تقبلوا؟ اي دونك لافوت مش تاعكم، كملوا كملوا انتم ديروا واش بغيتوا، لافوت فينا حنا. حنا ماناش في المستوى، نقول لكم الحق سمحوا لي، حنا اوني با خطاش علاه ما درنا والو، قاعدين ساكتين وقابلين الامر الواقع وخلاص سيدو. انا لو بقى لرسيدي راه ما يجدروا في عقابه باش ينحيوه. كيف اسمه نتاع يا بارتي بوليتيك فيه اربعه من الناس نتاع لافوكات هذيك هم غبروه وقلب ينحيوه خلاص. لرسيدي هم يهدوا فيه ما خلاوش حتى يدير الاجتماع نتاعو نتاع الاخر، كل خطره يهدوا فيه هم يحوسوا باش ما يلقاو له حاجه برك ينحيوه، هم يحوسوا برك باش ينحيوه لرسيدي. كيما نحاو ليبرتي الجورنال كيما راح ينحيو الوطن كيما ينحيو تو لي جورنو باش يخليو الا العربيه وهما باسكو هما عرب وخلاص، ويجيبوا كلكو واش يقولوا هادو لي كادياس هادو يستعملوا فيهم كيما يستعملوا الشويه. أرواح الشوية حكموا نتوما بصح حنا اللي نكومونديو فيكم. أرواح سي هذا كيف اسمه العمامرة الأمازيغي القبيلي أرواح نملو عليك، والعمامرة قابل هذا ما عرف العمامرة ولا كيف اسمه أو قابل قابل عطالو بوست وقاعد وخليه أو ديتريمون دو 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 سالونغ ودو كذا يديرو لك كي بوتفليق كي كيف اسمه ويحيى فوزالي بواغ. يجيك النهار يا سي هذا العمامرة وجمعوا القبائل والشوية هذو اللي قاعدين يقودوا باطل، يجيكم النهار ويديروا لكم كي ويحيى ولا اقعدوا قودوا باطل خلاص سيتو. ما نقبلش انا يعطوني لو كان يعطيوا لي رئيس الجمهورية ويقولوا لي العربية اللغة نتاع لا نقول لهم لا ما نقبلش ما نقبلش ما نحكمش اي لكم ما نقبلش يا اخي. صار يعطيني منصب نبيع نبيع الثقافة نتاعي ونبيع ليدونتيتي نتاعي الوغ لا الوغ لا. وين هي لا دينيتي نتاعكم؟ وين هي لا دينيتي نتاعكم؟ او موا مسكين ويحيى مال في ساعه ساعه ويتكلم بالامازيغيه. هذو اللي جاوا دوكا ريان والله تقول ماهم امازيغ. يبدلوا حتى قال حتى العمامره هذا دير اخويا روح نحي قال ما عادش تقول لي قبايلي يفو غني الاخر. قال اخويا عربي وخلاص روحوا للعرب سلموا عليهم ديجا وجيبوا فيهم تحضروا فيهم وتجيبوا فيهم هما حاضرينكم وانتم تحضروا فيهم وتجيبوا فيهم. كسوا السعوديه ولا البحرين ولا الامارات كش ما جاوكم بعث لكم الديشي. ما يجيكمش كما قال لك الواه نجيو حنا انتم عرب باش نجيو عندكم ماكمش عرب انتم وانتم لا 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 ولا غير جيو. ها ومن بعد يقول لي نجحت هذه نتاع القمه نتاعكم هذه نجحت فاش نجحت؟ فاش نجحت فاش نجحت القمه مانيش فاهم انا فاش نجحت كاش ما كان حاجه درتوها شفناها شفنا والو شفنا ناس اجتمعوا راحوا روحوا كلاو شربوا راحوا روحوا واش النجاح تهرت فلسطين ولا كي تكلم الرئيس قال لهم قضيه فلسطين خليوها لي انا مين مسكين يقول واش يحب انا من الاول شنو يقول واش يظهر يقول حتى قضيه لونو قضيتي انا ما على بالوش باللي مسكين احنا راه والله 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 لا واحد جايب بينا خبر مصر اللي عندها كيف اسمها علاقات مع اسرائيل علاقات بيان ما قالش السيسي انا قضيه فلسطين خليوها لي انا تاع السعوديه ما قالش نتاع الكويت العرب كل ما قالوش حنا الرئيس تاعنا يقول خليوها لي انا يا مسيو تبون انت واش بيك انت راك لاباس يا اخي انت وانت تنجم انت تجيب بوتين ما قدرش يجيب الاستقلال تجيبو نتايا شادي ما جابش بوتفليقه ما جابش دوكا مشيت تبون نتا تجيب الاستقلال لفلسطين زيونا بلا تمسخير تاعكم يا حمد يا
زين بلا تمسخير تاعكم يا رجل، تمسخروا برواحكم وتمسخروا بالناس هذو تاع فلسطين المساكين هذو، ولا غير تمسخروا بهم مساكين. ديجا لي فلسطينيين بعد قال لكم يا ودي مشيت تهضروا علينا رحم والديكم. لي فلسطينيين بعد والله قداه واحد لي فلسطينيين يديروا دي فيديو لكم يا ودي، انتم حروا الشعر واحكم ومن بعد روحوا حرونا احنا. ماشي تمسخير هذا، صبح دوكا اللغه تاعنا خلاص دوكا تمشي، خلاص ما كان والو، ما حتى في البيي ما كانش تاع الموني، مدارين العربيه نتاع ل كيف اسمه لي كولونيزاتور. اول واحد اللي احتل بلادنا هما العرب، وجابوا اللغه تاعهم عندنا، ولا ما كانش، ولا نحرموا ولا نكذبوا ولا واش رانا نديروا، ولا قلنا لهم ارواحوا، ولا ربي ثاني هو اللي قال لهم روحوا ليه، ولا واش. هيا خليكم من التمسخير تاعكم، والله لا نلوم غير الناس هذو الشاويه والمنبزاب والتوارك وهذو كامل الامازيغ اللي راكم تسميو غير في القبائل مساكن قاعدين قدام من اللي سقل في الجزائر والقبائل مساكن يديفوند لوغ ايدونتيتي، وحنا قاعدين نتبعوا هذا مكان، تبع هذا مكان، ويجي واحد يقول لي يقول لي لغة القرآن لغة دواركم. والله ما نعرف علاش ما يديروش في ايران اللغه العربيه لغه وطنيه، علاه ما يديروهاش، ولا هما ماهمش مسلمين، علاه ما يديروهاش في باكستان اللغه العربيه لغه رسميه ولغه، علاش بوركوا ماهمش مسلمين. هاهم الاتراك اليوم الاسلاميست هما اللي يسيروا، داروا اللغه العربيه لغه وطنيه، ماهوش كيف اسمه اردوغان الى دوني دي انستركسيون وين كانت لغه عربيه كامله في الحوانت وكذا، من نحوهم كل نحوهم نعطي اللي يقول لي تكذب نعطيكم الاخر، وعندي الفيديو نعطيكم، والله مد امر نحاو وين كانوا دي تابليسمون مكتوبين باللغه العربيه، والله نحاوهم كاملين. عندهم الحق، عندهم الحق اصاحبي، كيف تنحي لغتهم ودير اللغه تاع الاجانب، وتجي تخلطي الامور. انا عربي اللي ماهوش عربي ماهوش مسلم، تمسخر بيا انت. اللي في العالم كل اكثر من العرب باش يكون في عندكم، العرب هما لا مينوريتي تاع المسلمين. لي تشيتشان داروا اللغه العربيه لا هي اللغه تاعهم، داروها ولا هذا. انا نقول لكم الحق، انا والله غير دوكا غاضوني القبائل، والله غير غاضوني القبائل مساكن، والله غاضوني قد ولا ملي كانوا هما وحدهم قاعدين يديفوند ليدونتيتي نتاعهم، وانتم كل قاعدين تتبعوا هذا مكان، تبع اليوم ما غادكمش تشوفوا في الظلم بعينيه ساكتين. واحد ما قال دار كومينيكي قال وش هو هذا؟ ايه البارتي تاع جوبيدا عسول، حتى هما ضربوا عليه الحصار في اليمن، خلاص خاطر الديمقراطيه ما تحبوها ما يحبوهاش. نو جوبيدا عسول هاي ها البارتي نتاعها، ها محاصرينها هي ومحاصرين البارتي نتاعها فيه اربعه من الناس. دونك راه قال ديكلاري لي ديموكرات، اللي ديكلاري اللي يقول انا امازيغ ونحب الامازيغ يطيحوا عليه. خلاص بقاو غير القبائل المساكن هم هازين كيف اسمه شمعه صغيره خلاص، وهم مساكن ديفوند لوغ كولتور ولا ايدونتيتي، والباقي اون ديغي غير القبائل برك اللي امازيغ، الباقي كامل ساكتين. الشاويه واش تاع الشاويه؟ الشاويه تاع الريح، واش مشاويه عندك انت؟ شو بقات شاويه انت؟ واش مشاويه بقات؟ كعاد اربعه من الناس يغنيو مساكن، ولا ثلاثه من الناس قاعدين يغنيو بالشاويه ولا يهضروا بالشاويه، كاين والو كلشي خلاص راح كلشي.